الموضوع. الله يحييك يا عبد الله، الله يبقيك ابو سعيد، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. ممكن نشوف مقطع بسيط بعدين نرجع لك؟ كيف نشوفه؟ طيب اعطونا يا شباب المقطع لو سمحتوا. تقول لا وتخسر ربعك فتسكت احسن. انا احب اسئله زي كذا لان اسبوع اسبوع حافل. تقول لا وتخسر ربعك فتسكت احسن. انا احب اسئله زي كذا لان اسبوع الظاهر وانت تثائب مع وجود بورزيقة الجنرال، الظاهر هذا لسان حالك ولسان حال الجمهور كمان اتوقع. وش صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور. الحقيقه يعني بورزيقة كلفنا ما لا نستطيع، اخذ من وقتنا اكثر مما يعني تستحق الفقره. انا جيت عندي عتبين فيما يخص فقرتكم يوم السبت. عرج علي في 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 قصة يعني مثالية صنعت مختلقة طويلة، يعني كانت طويلة الأمد، فكنت أنا مندهش حتى من قصة هذا البطل المغوار. فجأة تفاجأت أن اسمي أقحم في قضية سرق، يعني قضية السرق يعني الواحد ما يقدر يا يدان يا يقول لا أنا بريء، ولكن من مكلف بالاعتذار فليعتذر بدون مناقشة. طيب انت كنت زعلان امس وكنت توقع في اي شيء يحصل في هذا البرنامج. لا، لوجود عدم لوائح وقوانين في هذا البرنامج. لا مو البرنامج، انا تكلمت في فقرات ارتجاليه. وقلت توقع اي شيء ما في لوائح. لا في لوائح ثابته في فقرات كثيره وفي في في اليه برنامج فيه، انا اقصد في تفاصيل خاصه جوا في الفقرات بدنا الجمهور شايف اكثر مما حتى يمكن انا اشوفه داخل ففي فقرات ارتجاليه، يعني كانت الشيخه ب 600 صارت ب 1200، يمكن الاسبوع الجاي اذا كان شخص ما تشير ب 3000، ما تدري الامور كلها. اشخاص كثيره. انا يمكن انا والله ترى لا 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 شخص ما هذه وراها يعني في ناس زعلوا امس ناس زعلوا من نائب الشيخ. ما انا ما ودي اقحم نفسي، انا دخلت نائب الشيخ امس انا اعتقد انه كان يتلذذ بمنظر سيفه ويطالب بحقه. عبد الله الروق يتوقع ان بصرته هو الاعلى جماهيريه بينكم؟ شوف بقول لك حاجه، انا اقول البرنامج لو ترك او لو بعض المقدمين لو تركوا تفاصيل البرنامج تمشي كما هي مشت الامور كما هي. يعني انا ضد انه في شخص يحاول يكون نجم نفسه وانت غصبا عنك تتخش في نجوميته غصب من هنا تبي تتفضل عليه بطاقه عبور بمدري ايش بتغريدات معينه بدرجات اكثر مما اخذ زملاء، يعني شغلات هو يقدر يروح لحاله، كل اللي موجودين هنا يعني قد انهم يصلون النهايه ياخذون المركز الاول بدون مساعده احد. ففي في في ناس معليش لا تزعلون مني. لا تفضل. في مقدمين فعلا قاعد يشتغل مصلحه نفسه. فهو ما هو داخل يستغل المتسابقين عشان يظهر هو. هو مو متسابق بس هو حاسب الجمهور اللي برا له. وطريقه انك تسير مع الجمهور ترى مو صعبه، كل واحد يقدر يتقنها. صح. انا دريت ان عندك 5000 امدحك لبكره انت وربعك، وال 5000 يحبني منهم 2000 يتابعني 500، سهله السالفه مو صعبه. مقدمين جميعا ولا بس؟ لا جميعاً. ما لا مو جميعا لا بس البرزيقة؟ لا هم اثنين. لا ثلاثة. شوف بس البرزيقة؟ برزيقة ترند لفتره طويله. اوف ترند في هالموضوع. طيب بسالك سؤال معلش قبل انك تعلق، من اللي اعطاه القصيده قبل يوم؟ انا اللي جاك علشانها. انا اتهمت في اني سرقت. مو كيف تنتقد الحين وانت اللي بينك وبينكم شراكه فنيه؟ ابعلمك بعطيك. انا اتهمت اني خفيت مايك اورانج. طيب وما ادري، انا اشوف انه ما هي بلاقه عليها السالفه كليا يعني. أيوه. فاللي قالها يتراجع عنها. طيب. اما فيما يخص اني سرقت اعمال مدي عمل كامل مسروق، شوف انا والله ما اعتب على اللي قال ان العمل مسروق كامل، يمكن اللحن مقتبس، يمكن الفكره مقتبسه، ما يهمني. اللحن مسروق. مسروق. أيوة. لا ما يهمني. خلينا نسيب الاشياء مسروقاتها. شوف اللحن مسروق. انا بختصر بعض الكلمات راكبة. ابى اقول لك عباره في النص. انا هنا ما امثل نفسي. طيب. جد والله اكلمك، انا هنا ما امثل نفسي، انا 90% من الجهد علشان الناس اللي برا. يعني الناس اللي برا مكلفيني، هم يدرون اني انا اكون مبدع علشانهم. طيب. فهم من يستحق الجائزة، اللهم اني رجل ممثل لهم، انا اكلمك عن النبلاء تحديدا. طيب. اللي هم الناس اللي تفضلوا علي بالتشجيع والدعم. عمل يحذف وانا اللي كاتب كلماته وتعلن ولا تدافع عن العمل ولا تدافع عني، مصيبة هذه. ليش تدافع عن عمله؟ ليش تدافع عن عمل اصلا عليه حقوق؟ كيف؟ طلع عني، انا اتكلم عن الكلمات، كلماتي انا. ان جيتني هل ذكرت يا عبد الله؟ جاني هنا. ادري.
جانا هنا طال عمرك سوانا زي جلسة الشامري فرشات وسط درج ماني بعرف كيف جلس في النص واعلن قال انه هذه شيلة وكلمات عبد الله الروقي وكان صادق. انا اكلمك عن النتيجة لما يحذف العمل ولا تدافع عن العمل وعن كلماتي انا هنا صار عندي مبدا احسب الكلمات هو اعترف ان اللحن مع ان اللحن اتوقع انه في الكلور اتوقع في ما في يعتبر ولماذا حذف من اليوتيوب لانه عليها قالوا اللي عليه حقوق كلماتي ولا العمل لا لا حتى الالحان عليها حقوق انا ابغى يدافع عن كلماتي طيب انا اتكلم عن كلماتك احنا لا نختلف يا عبد الله الروقي مشاعر طيب. وانا اتمنى انك يعني وجهت الكلام لي مباشره من بدايه الوضع لانك انا ماني ب مساله انه يتراجع عنها ما يتراجع عنها انا اذا قلت كلمه يعني انا بعرف ما تابعت الحلقه في وصلتني معلومه لا تابع اذا تابع لا توصلك معلومه وتجينا تذكرها طيب اذا تكلمنا عن المطلع كان نفس مطلع الاغنيه صحيح الموجوده مطلوب هي حلوه الرياض مفروض علي هي حلوه الرياض إيه؟ ممتاز هي مفروض عليك ان توضح انها مفروض علي لا تقول لا تناقض هي حلوه الرياض وهناك حلوه عمان يا بلاد الغالي وين الكلمات وهنا وين يا بلاد الغالي وين الكلمات المسروقه وين نفسها حلو وين المطلع يا حبيبي 60,000 قصيده مطلع يذكر مطلع يذكر شطر بالصحيح لشاعر اخر ويذكر ان لفلان ويقوس لا غلط ذكر الحريري في مقامته في مقام في المقام الله يرحم والديك الحريري ما بيني وبين علاقه ولا هو بالحكم لا احنا احنا بيننا الحكم احنا نتكلم احنا نتكلم عن احنا نتكلم في المتعارف في الشعر هل يجوز اقتباس هل يجوز اقتباس بعض احنا نتكلم عن نواميس شعريه وقوانين وضعت منذ الاف السنين ودائما اذا اختلفنا في مساله ادبيه وفنيه او دينيه يقول لنا مرجع نرجع خلينا نتكلم عن الشعر المعاصر الشعر المعاصر هو امتداد للشعر القديم ممتاز ابدا لا بقوانينه وكذلك بعروضه طيب العصر ان التفعيلات نفسها هنا وهنا ولكن طيب. الشعراء الجدد معني ما او العصر الحديث العصر القدامه العصر الحديث أيوه؟ بشكل عام ما عاد صار يعترف يعني انا يعني مثلا زي عبد الله الروقي شاعر فحل ومميز وهو يعرف اني معجب بشعريته شكرا واني ارى انه يعني من شعراء النسخه الكبار من معلمينها يعني ما يحتاج واحد لكن رجعنا المقامات الحريري المقامه الشعريه الحريري كان يعيب النسخ في القصيده ابدا طيب. لانك كشاعر عندك هاجس ينضح بالمفردات انت في غنى ان تستنسخ للامانه يا عبد الله الروقي انا لا انكر فضلك يعني وشاعريتك في مساله الاوبريت الذي كتبته في مساله البرايم الذي الغي وكنت معارض انا ابدا لالغائه لاني ارى ان قصيدتك التي كتبتها بالنسبه لي كمعنى اجود من القصيده الحاليه مع احترام الشعر العتب كان عليك كبير بس انهيناه والمفروض انت حتى انت تدافع عن القضيه لا بس لا دافع تعلم اني دافع اخذ من وقتك فلذلك انا انتقدت انا عشان ما نتشعب في هذا المجال ما بقي عندنا سبع دقائق بس انا انتقدت ان اللحن مسروق المطلع كان يعني ماخوذ زي ما هو فرد مفروض طيب هي حلو الرياض يا بلاد حلو الرياض حلو عمان يا بلاد الغالي يا بلاد الغالي هذا طيب ايش يا اعتراضك يا عبد الله في شطر حق سمي ابو عبد انت اكبر مني وطيب مني لنفترض انه مثلا جاء قال فوق هام السحب انت ما مثلك يا مسقط فيها اليس هذا سرقه للحن سرقه للكلمات في البدايه وطني الحبيب يعني هذه واضحه فانا انت لما تجي تاخذ انشوده او اغنيه عند عمان وتاخذها ببدايتها فانت استنسخت العمل لا الله يرحم والديك لا الله يرضى عليك لا شطر حنا اهل العوجه ولا بهم روات شرب المصايب مثل شرب الفناجيل الملك فهد بن عبد العزيز الله يرحمه الله يرحمه ذكر 7,780,000 مره في قصائد وكان نظر مصلى على النبي الله يرحم لي والدينك يا ابو انا بالقصيدة. رجل اتكلم عن كلمات انا جزيتي في العمل الكلمات عموما انا اخذت درس من ابو رجاقه درس قوي اني ما اعطي كلماتي لاي احد ولا تعاون معي احد ليش ما عرفت اللحن؟ انا تعاونت معه مثل ما تعاونت دقيقه انا تعاونت معه مثل ما تعاونت مع فادي معيان واخذ مني 12 ساعه اعطيته عمل ثاني اسبوع جاني قال والله العمل ما لقينا واحد عنده عمل افضل والواحد هذا اللي والواحد هذا اللي جابه كلماته صديق فادي معيان محترم هذا حق البرايم سؤال عبد الله حقت البرايم لا 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 دقيقه لا بعد منك نواف بعد منك لو سمحت تفضل لابد توضع النقاط على الحروف انت تعلم يا عبد الله الروقي انك لا يمكن انك تنكر اني دافعت عن عملك هذا مدافعه شرسه العمل مدافع عن نفسه بعد اذنك حتى اني حتى اقصيت من هذه المساله والاستاذ ناصر الغامدي تصرف في هذه المساله غير العمل اتى بالشعر امانه انا باقي اتذكر انت اخذتك مشروب ودافع عنك فهد معيان ما له غير يعني دافع عني بس انا اكلمك لا دقيقه بعد اذنك خليني اكمل انا بعد ارسلت اليك كمرسول اتوقع اني خذلت انا وياك في هذه المساله فلا تجعلني خاذل هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انا يا طويل العمر والسلامه عتبت عليك في هذه المساله انك شاعر فحل وانت تعلم ان في اي عمل في البرنامج انا شاعر كان بامكاني اكتب الكلمات ارى نفسي اراك يا عبد الله الروقي ككتابه افضل من فهد معيان فانا ارشحك دائما
وهذا دليل الإعجاب. فلذلك أنا كان بودي معذرة أنك توضح وجهة النظر. المسألة هذه فرضت عليك عشان ما تلقى الاتهام. لا انتقادي أدبي بحت. ما دقيقة لو بريت مو مجايني بالألحان أنتم كتبتنا عليها. لكن ما ربطتك بكلمات. كلمات أنا اللي أكتبها. ممتاز. طيب خلاص يعني جبت جاب لي اللحن وبرجيك وكتبت كلمات. أنا أكلمك على المطرح يا أخي. يعني المطرح يا المطرح مثل البصمة. سامحوني أنا ما أبقي معي إلا أربع دقائق. يعني ما حد يختلف على شعريتك يا عبد الله. هذا شيء منتهي منه. لكن انت اكيد سمعت الـ 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 سمعت زيق العمل. سمعته صح؟ كنت حاضر حق عمان. يعني عرفت انه ماخوذ من عمان. ليش ما عرضت؟ ليش عرض عليك؟ ليش ما عرضت برزيقه تقول عرض عليك؟ عرض انه اللحم مسروق. ما هو مسروق الله يرحم والديك. مقتبس. الامور طيبه. الامور سهل الله يحفظك. الشيلات 6000 شيله نفس اللحم. تختلف يا فهد. حنا عملنا اللي قبل امس احد الاعمال الاوبريت صبح قال اخو واحد طيب معروف. شكرا شكرا. لكن اذا جاء شكوى في على عمل يا عبد الله الروق عشان تكون واضح. باللحن. اذا جاء شكوى على اللحن اليوتيوب عنده داتا. هذه الداتا حينما تكتشف ان هناك لحن مقطع. بديت اخاف. لا لا صدق. لا جد لو جاء شكوى عرف ما راح عمل عنه. عشان لا تتكلم عن قصيده يا شباب. انا عندي اربع دقائق بس عشان اربع دقائق تفضل. شوف عشان توضح الاعتراض ليس على قصيده عبد الله الروق انما على اللحن. الداتا في هذه اذا رفع على عمل هل تعلم ان المبادره والاسقاط اللي كانت حقت اللي سويناها المحتوى الابداعي حذفت من اليوتيوب بسبب اهات عمل من الاعمال من المشيدين اللي هنا حذف بسبب شكوى على طيب الحقوق عشان اي عمل في حقوق يقفل عشان اكون يغلق قناتي عشان اكون لا لا عشان اكون منصف عشان اكون منصف حتى زايد اليوم من سابر لحنه اللي موجود لحن مكرر. تسمح لي 30 ثانيه. ماني مسؤول يا ابو عبد الخالق. انا شاعر فقط. تسمح لي 30 ثانيه. انت حصان. انا احسن واحد فقره. عبد الله الروقي ما حد يختلف على شاعريتي. قلنا بالنسبه دقيق طيب. بالنسبه لمساله المدافع ما مدافع انك خذلتني ثم يوم قلنا يوم اثبتنا اني احنا اني كنت من دافع عن عمل ابراهيم طيب. قال انا محتاج مدافعات. هذه مساله راجعت لك. التناقضات هذه عجيبه جدا في ثانيتين. المساله الثالثه ليش تتهمني بسرقه ليش تتهمني بسرقه المايك سؤال لحظه ليش تتهمني بسرقه المايك انا بعلم طلعت رجال الكبري يا عبد الله يا عبد الله تعاملي راقي جدا ومعروف تتهمني لو سمحت فهد ما لها علاقه محور المايك في شعر. ليش التمصلات؟ لا انا قلت لك جاك على نقطتين على عتبين. لا احنا هو هرجتوا على الموضوع المسلسل المكسيكي اللي انتم مسوينه برا وعايشين كل اسبوع تتكلمون عنه حق السفينه والسفينه والبيادق والوزير طيب. المساله ان كانت هذه المسرحيه موجوده فتاكد اني ما راح اخذ منصب الا الوزير. هذا تاكد. المهم المساله الامر الثالث اذا كنا نتكلم عن المطلع فالمطلع ماخوذ وما نقدنا الا نقد ادبي واضح وشعري. طيب شكرا جزيلا عبد الله. بما انكم تقابلون برجيك اكثر مني عند الاداره قولوا له الفيلم حقك انحرق، كرتك حق انحرق. شكرا. تسمح لي اروح؟ السلام عليكم. طيب بس ممكن سؤال. مرتبط بالرياليتي. والله ما عندنا ثلاث دقائق. مرتبط بالرياليتي. ما اقدر مرتبط بالرياليتي. عبد الله شكرا عبد الله يعطيك العافيه. سعود العتيبي معك دقيقة واحدة فقط تقدر تكمل مستثمر ولا خلي بكرة؟ طيب لا بتكلم في دقيقة واحدة فقط. سعود